قلت يا جماعة الباصات عندنا بالكويت تفشل، استراحات هالباصات تفشل ولا حد، ويقولون نبي نصير مركز مالي وبنسوي. شوفوا التقرير اللي جاي، زحمة يا عالم زحمة في باصات الكويت، فاضية ما في أحد. يعني أدعو الشعب الكويتي أن يستخدمون هالباصات، يعني اللي بيروح وظيفته إن شاء الله بعد ساعتين ثلاث ساعات يوصل إذا التأخير كل يوم. أعطوني التقرير. آخر تقرير أعزائي المشاهدين وننتقل لبرنامج وجهة